مين هنا؟ سمارة. لما سمارة قبله عرفه؟ لا ما عرفوش. طب ليه؟ بيقول كان متداري ورا حاجة كده بيكلموا منها اسمها بارافان. طب وعرفت ايه اللي حصل بينهم؟ الراجل اللي بعت لسلطان البضاعة من اسبوعين ما طلعش البيت كبير زي ما احنا كنا فاكرين. امال طلع مين؟ ما ده اللي سلطان بيدور عليه. بس والله العظيم انا كنت حاسة من الاول ان سعادة البيت ده مش هو الراجل الحقيقي. قصدك ايه؟ قصدي حاجة واحدة يا سعد. الراجل ده كان عايزنا انا، كان عايزنا نروح ارقص له. عشان كده انا شاكة في واحد بس. فتوح. صح، هفرم عليك. عرفت ازاي؟ مرضيش يتصل بي انا والواد حسن، بعت لنا بلاجة ومرضيش يخلي بلاجة يقول لنا على مكانه. شفت بقى الواد دونجل جاي. اطلع انت بالعربية عشان ما اشكش في حاجة. الله يخرب بيته. يا معلم سعد، هو انت هنا لوحدك؟ انا عمري ما كنت لوحدك.
مين بقى اللي كان معاك يا معلم؟ ناس كتير حواليا هو لسه موجودين، ناس ارتاح وساب الدنيا من البلاوي اللي كانت بتتحدث عليهم. عارف يا ريس دونجل، انا ليه واحد صاحبي دماغه تعباه ومودياه لبعيد قوي. وماله يا معلم؟ مسير البعيد يا قار. أنا خايف يكون كلب الهولدة اللي اسمه دونجل شم حاجة بينك وبين سمارة يا معلم سعد. لا تطمن يا حسن، أنا وسمارة مفيش بينا أي حاجة وحشة. يا سعد أنا شايفكم بنفس كتير في القرافة. اللي أنت ما تعرفوش يا أبو علي إن أنا وسمارة أصحاب من زمان، صحبية رجالة ومجدعة، لدرجة إن المعلم فتوح طلب مني أتوسط بينها وبينه علشان ترضى تتجوزه. حتى بعد ما جوزت المعلم سلطان فضلنا اصحاب. يعني هي بتجيلي هنا تحكي لي مشاكلها وتشكي لي همها، وبرضه عشان حكايه ابوها اللي في السجن. ما هو مش كل اللي هشوفكم مع بعض يبقى عارف الكلام اللي انت بتقوله ده يا سعد. لا شوف افسره اي تفسير تاني، خصوصا واحد زي دونجل تتقلع له عينه ويخلص مني ومنك. يا سعد لازم تاخد بالك كويس ان وضعنا هنا على كف عفريت، من ناحية البوليس بيجري ورانا ومن ناحية التانية رجالة المعلم سلطان واقفين لنا على الواحد. كلامك مظبوط يا حسن. على العموم اطمن، أنا هبقى ألفت نظر سمارة للموضوع ده. وأنت مالك إيه اللي يوديك القرفة وأنت مالكش شغل؟ بس أنا متأكد إنها كانت معاه. وما شفتهاش ليه؟ ولا أعمى النظر؟ خليك انت حرف كده في الكلام لحد ما يوصل للست سمارة، وساعتها بقى تقعد زي الولاية وتندب حظك وتقول يا ريتني قفلت بقي بالضبة والمفتاح. لا يا حبيبتي مش هتقدر تعمل لي حاجة، لأن ساعتها بقى معايا الدليل والإثبات، وانت عارفة بقى المعلم سلطان لما يعرف إن في حد من رجالته بيخونه ويقرطصه ممكن يعمل فيه إيه؟ يا لهو عليك يا دي الراجل، هو أنت ما فهمتش الكلمتين اللي أنا قلتهم لك؟ سلطان لا يمكن يصدق إن سمارة بتخونه، عارف ليه يا أبو العريف؟ ليه يا خبت الأمل؟ أول هام علشان بيحبها وبيموت فيها، وتاني هام علشان خبزك وعجنك، وعارف إن أنت والمعلم سعد عاملين زي الضرايق قصاد بعض. ليه؟ هو أنا هتبلع عليه ولا إيه؟ الحاجات دي مفيهاش رمي بالة، أنا هخليه يشوف بعينيه. واسم الله المعلم هيشوف إيه بعينيه؟ هيشوفهم وهما بيتمشوا مع بعض في الترب؟ طب ما هو عارف إن المعلمة ليها شغل هناك. يا بنت شغل ايه اللي انت بتتكلمي فيه؟ الشغل جه وخلص وتوزع على الناس من زمان، وسعد وحسن قاعدين هناك عواطليه، ايه بقى اللي خلاها تروح هناك من غير شغل؟ هيبقى في شغل، المعلم سلطان لا يمكن يقعد ساكت. انا مش عارف انت على طول بتكسري مجاديف ليه كده يا فوزيه؟ مجاديف ايه يا ابو مجاديف؟ هو انت عندك مجاديف من الاساس عشان تتكسر؟ اعقل يا دونجل خلينا ناكل عيش. ما هو من غير المجاديف اللي انت بتتكلمي عنها دي يا فوزيه وعايزه تكسريها مش هنعرف ناكل عيش. انت شايف القضيه ماشيه ازاي يا متر؟ بصراحه يا ست سماره موقف والدك في منتهى الخطوره. ما احنا عارفين يا متر، عدم مؤاخذه من اللي احنا جايبينك ليه، لازم تعمل حاجه. الامل الوحيد ان نثبت للمحكمه ان والدك فاقد لقواه العقليه، وانه ارتكب الجرائم دي وهو في حاله من عدم الوعي، ساعه جنون. وده معناته ايه يعني؟ معناها ان المحكمه تحكم عليه ان يحطوه في مستشفى للامراض العقليه، بس خلي بالكم ده هيكلفكوا كتير. الله الله، ليه كده يا متر؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اعمل شغلك انت واللي معاك وانا تحت امرك في اي حاجه. ايوه من ناحيه الفلوس ما تشيلش همه خالص، انا اهم حاجه عند ابويا، انا اللي عايزاه لا يتحبس ولا ياخد اعدام ويطلع مجنون. الو مين؟ يا اهلا وسهلا، ثانيه واحده. معلم سلطان، معلم سلطان. ايه يا معلم؟ خليك انت بره احسن حد يخش. راجب يا معلم. الو، يا مرحب يا مرحب، ازيك يا سفنجري؟ فينك يا راجل؟ انت رحت يعني وقلت عدوري؟ يا راجل ده انا ما صدقت انك عايش. احنا ما قلنا بركه غيرك يا معلم. كيف حالك؟ وكيف حال الشغل معاك؟ صرفت بضاعة؟
كل الكمية. على العموم سعادة البيه بده يشوفك، أصل جاله صنف جديد وقال إن محدش يستاهله غير المعلم سلطان. ما إحنا كمان ملناش بركة لسعادة البيه، بس يا ريت ده يكرمني المرة دي الكرم كله ويخليني أقابله وأشوف وجه لوجه. بتتكلم جد؟ بالذمة وافق؟ لا ده أنا كده بقى يبقى اتفتحت لي طاقة القدر. قول لي الميعاد امتى؟ ليه بعد 3 أيام؟ ليه ما يكونش بكره ولا بعده؟ يا عمنا انا اصلي مستعجل قوي. قول له ان احنا هنبعت له عربيه بكره في العتبه قدام البوسطه. هنبعت لك سياره بكره تاخدك من العتبه قدام البوسطه. ايه؟ الساعه كام؟ 2:30 الظهر. الساعه 2:30 الظهر. تمام يا معلم؟ تمام، مع السلامة. الزبون هيتجنن، نفسه يشوفك يا سعادة البيه. ما هيشوفني. روح انده للواد بلاجة عشان نشوف هنتصرف ازاي. اقطع دراعي، ما كانش فتوح. فتوح؟ امال هيكون مين يعني؟ وده عاوز مني ايه؟ هيكون عاوز منك ايه؟ ما تصحصح يا سلطان، عايز منك سمارة طبعا. ده انا كنت اقتله. ومستني ايه؟ ما تخلص وتخلص نفسك. عشان ما نتأكد الأول إن فتوح مش حد تاني. عشان تتأكد يبقى لازم تروحي. جرالك إيه يا سمارة؟ الله، ده أنا سلطان الدوكش اللي محدش يقدر يلعب بيه. يا شيخ ما هو لعب بيك قبل كده لما فهمك إن هو سعادة البيه. على العموم أنا ما خسرتش، والمرة دي كمان مش هخسر. ناوي تعمل إيه؟ قولي يمكن أقدر أساعدك. دونجول، شوف لي الواد بلاجة من تحت قطيل الأرض. شوف هتعمل ايه؟ بكيت يا ياض! انت بدل ما ريتفينك هنا ومحدش يضرب ايك. انت قولي بس يا معلم. مين ياض اللي عامل نفسه سعادة البيه؟ هربت، هربت. ايه ده؟ اه يبقى مفيش فايدة. جهزوا له بقى كفل 5 أضراب حاجة تليق بالمعلم بلاجة. جرالك يا بلاجة. ما تتكلم وتخلص نفسك. انت ليه عايز تزعل منك المعلم؟ يلا بلاج يلا حبيبي يلا، انا وضبت لك التربه وروقتها وهقفل عليك عشان محدش يضايقك في نومتك الاكرميه. صح، شوف شغلك يا حسن. ازاي بس يا معلم؟ ده بلاج حبيبي وانا اولى بيه، لازم انا اللي نيمه واريحه واحط له تربه حشيش كمان تحت دماغه عشان يموت وهو متكايف. انا بقى لا لا، مش عايز اقول، مش عايز اقول. انت اللي مستغني عن نفسك ومش عاوز تتكلم يا بلاج. لا هتكلم، معلم فتوح هو اللي عامل نفسه سعادتك بيه. اهو كده حلو كده، ابتديت تعقل وتنفد بجلدك. قول لي بقى المعلم فتوح ناوي على ايه وعاوز مني؟ ما اعرفش ناوي على ايه ولا عايز ايه. وبعدين معاك يا بلاجه، ما انت كنت ماشي عادي. لا الواد ده هيقرفنا، احنا نودي التربه يا معلم. يلا سيبها حسن. ولا اسمعني، ولا افهمني كويس، قدامك حاجة غريبتين، لا تتكلم وتقول الحقيقة يا إما هنتفينك هن بالحياة. اختار يا ابني يا حبيبي اللي يريحك. يا سلام عليك يا معلم، يا سلام عليك يا معلم وعلى حنية قلبك. ويكون في علمك ياض، أنا طالما قمت من على الكرسي ده مش هرجع له تاني، وهسيب رجالة يتصرفوا معاك. هتكلم. قال لكم ايه يا سلطان؟ طلع كلامك مظبوط. شفت؟ فتوح كان عاوزني اروح الميعاد ويبعت ورايا رجالته عشان يراقبوني. اول ما اخرج انا بقى من الحته هوب يرجعوا على البيت هنا يخطفوك، وهناك يخليني اطلقك بالقوه قدامه ويجوزك هو. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، ليه بقى؟ فاكرني عيله صغيره هيحطني هنا ويشيلني يحطني هنا؟ ولا يقول لي اتجوزين اتجوزوا على طول؟ ما انا طول عمري اقول على الجرع ده ان مخهم السليم. ما تنساش العمله المهببه اللي انت عملتها فيه، دخلته السجن. يا سلام، يعني هو ست سماره ما عملليش حاجه؟ الله،
مش هو برضو اللي حط لي الحشيش في الاوتوموبيل بتاعي وسلط عليا بوليس؟ اهو ده اللي انا مستغرباه. حشيش بقدرة قادر يتقلب لحنة، ازاي مش عارفه؟ عارفه ليه يا سمارة؟ عشان طول عمر الراجل دوري ونيته سليمة، وما تنسيش كمان دعاء عمي ليا الله يرحمك يا امه. هتقول لي لقيت الواد بلاجة فين؟ هنا في المنطقة بعد ما قرر يجري فتوح بيتنا. بس انا كلفت سعد يحرسه، وطلبت من سعد كمان اللي يهوب ناحية بيتنا يخلص عليه. ومش كده وبس، لا هجيب امك تقعد معاكي، ولا اجيب لك كمان نسوان الرجاله بتوعي. على ايه كل ده؟ كفايه امي ب 100 راجل وانا معاها هنبقى 200. لا وشوفي سعد بكام راجل بقى. لا الصراحه سعد راجل مرجل، يا زين ما اخترت. قول لي انت هتعمل ايه؟ هتروح لوحدك وسبتيه بعدين يخلصوا عليك؟ لا ما تخافيش على سلطان الدوكش. طب ده انا موضب له ترتيب هيطلع من نفوخه لما يتفاجئ بالرجاله بتوعي قدامه فجاه كده بالمدافع الرشاشه. ناوي تخلص منه؟ ما عشان تأمن شر التعبان لازم تقطعي راسه. الله يكرمك. إلهي يا رب يخلصوا على بعض عشان ننضف براه. أمك فين؟ نايمة جوه. أنا خايف لحسن تسمع حاجة من اللي إحنا بنقوله ده. ما تسمع، أنا ما بخافش. أنت قلت لها؟ طبعاً قلت لها. أنا أقدر أخبي على أمي حاجة؟ لعلمك أمي دي ست ذكية قوي، لو بصت في عيني تفهم أنا عايزة أقول إيه. طب وأنت مش خايفة لحسن تقول لسلطان؟ لا، دي مرة جدعة قوي. كنا بنقول ايه؟ انا اللي كنت بقول الهي الاتنين يخلصوا على بعض عشان ننضف من الوسخه اللي احنا فيها ديت. لا يا حبيبتي، سلطان لازم يفضل عايش. عارفه ليه؟ عارفه، عشان هو اللي هيوصلنا للزفت الكبير. الله ينور عليكي. بعدها بقى نبقى نخلص منه. سمار. ايوه ياما. بنت يا سمار. ايوه جايه ياما. يو في حاجة ياما؟ ايه يا بنت؟ بتعملي ايه على باب الشقة عندك؟ كنت واقفة بتكلم مع المعلم سعد كلمتين. المعلم سعد يحقلك يا اختي، ما هو نغاب القط تلعبي يا سمارة. انا ما بعملش حاجة خاف منها ياما. عارفة يا اختي عارفة، انت عينك دي يتدب فيها رصاصة. ربنا يسامحك ياما. يا اختي ربنا يسامحنا كلنا. يا بنت انا قلبي عليكي. قلبي؟ هو فين قلبي ده؟ ما هو ابوكي الله يهديه ويسامحه دب فيه سكينه وقعد يلعب به الاولى. بس بيبقى في اللي هو فيه. الله، انا مستغرباك يا سماره، كل ما اجيب سيره متعوس تصطفي وتقفي وتدافع عنه. يا بنت يا سماره، مش ابوكي ده هو اللي قتل الرجاله اللي كانوا بيتقدموا لك واللي انت كنت بتحبيهم؟ ربنا يسامحه، الحي ابقى من الميت. يا اختي ربنا يسامحنا كلنا، ما انت خلاص عملتي قلبك ولا جراب الحاوي. انت عايزه حاجه مني دلوقتي؟ مش هندفح في يومتنا ولا ايه؟ عندك المطبخ مطرعم في الاكل، اغرف لك؟ لا يا اختي لا تغرفي لي ولا سقي لك، انا راح اغرف لنفسي. يا سعد يا وعد.
يا معلم سلطان. هدخل بس ادي خبر لسعادتك بيه انك انت شرفت. اتفضل. عن اذنك. اذنك معاك براحتك. خليك انت انا لو متجاوب. يلا يلا. اتفضل يا معلم. السلام عليكم يا سعاده بيه. ازيك يا سلطان؟ احوالك ايه؟ انا زي الفل بنفسك يا سعاده بيه. طب ما تقعد، انت مستعجل ليه؟ احنا كلامنا هيطول. انا تحت امرك. ساعه اتنين تلاته وانا ورايا حد غير سعادتك. بس يعني ما يصحش تبقى قاعد ومديني قفاك كده. قفايا؟ مش عيب لما اتكلم ولي نعمتك بالطريقه دي؟ ومش عيب لما تدي دارك لمعلمك يا فتوح؟ الله. فتوح مين؟ انا سعادة البيه. مش عليا بتاع السبانخ، مش عليا بتاع الكوسه، مش على سلطان. سيلك وتجراسك، قوم قوم فز من على الكرسي وكلمني راجل لراجل، بدل ما انت قاعد مستخبي زي الزحلفه اللي دافنه راسها. ما دام الملعوب اتكشف بقى يبقى نتكلم عن المكشوف. أوي يا اخويا تحت امرك. كلم قول ما بدالك. ايه ما انتش خايف؟ هخاف من ايه؟ ها؟ قول لي انت هخاف من ايه؟ خاف من ايه؟ انت في عرين الاسد يا ابني. يا حبيبي على عرين الاسد. عرين الاسد ده اللي بتتكلم عنه رجالتي محاوطينه من كل حته. اي حركه غدر منك هيخلوا لك عريف وطيب. فهمتني يا سبع البرومبه؟ فهمتك يا اخويا. انا عندي رجاله بره ياكلوا الزلط. بقول لك يا فتوح، ما تجيب من الاخر، قول لي انت عاوز ايه؟ عشان انا ورايا الشغل مش فاضي، عندي شغل مع ناس محترمه. انت مش هتمشي من هنا الا لما تطلق سمار. يا راجل، يعني انت جايب لي المشوار ده كله عشان تطلب مني الطلب ده؟ يا واد الظرف اللي جالك فجأة ده، ايه خفة الدم دي؟ يا اخي انا طول عمري بقول عليك دمك اتقل من جسم الفيل يا تقيل. الا ادبك قوي، واد انت قاعد لغاية ما تيجي سمارة تسمعك وانت بتقول بلسانك انا مر. انا حضرت الغدا يا سماره. غدا ايه؟ ما تستني بس ياما. ايه ده؟ ايه يا بنت الشوله الفاضيه دي؟ قال ايه؟ كانوا جايين عشان يخطفوني. يخطفوكي؟ ليه؟ فاكرينها ايه يا ولاد الكلب؟ قطايه في قفص؟ قطيعه تقطعك وتسلم ايدك يا معلم سعد على الرابطه اللي انت رابطها دي يا اخويا. اجيب لك شندوتش تصبر بيه نفسك؟ كتر خيرك يا معلمة، أنا مش جعان. يا معلم سعد، خش أنت يا أخويا كل لقمة وأنا هقف أحرسهم بدالك. لا يا سمارة، أصل أنا ما بتغداش دلوقتي. خش أنت كل. طب أعمل لك سندوتش أحط لك فيه حتتين لحمة؟ ما تبقيش بخيلة يا بنت، خليهم ثلاثة. مطيعة. قلت يا معلم. عاوز تتجوز سمارة تحتح ولا حركة؟ كل يوم مكانه. الله ومشرفه. فارم عليك الساعة. ما خدوش في ايدي غلوة يا معلم. على ايه يعني؟ هو انت عملت اللي محدش يعرف يعمله؟ الحمد لله على السلامة يا معلم سلطان. الله يسلمك. هو يكون العيال دول ضايقوكي؟ هما يا عيني لحقوا يفتحوا بقهم. البركة بقى في المعلم سعد. طب يا معلم دول هنعمل فيهم ايه؟
ودوم وضبوهم وبعدين سيبوهم عشان يمشوا بجنازة معلمهم بكرة. انتوا قتلتوا فتوح؟ ايه يا معلم، زعلان على معلمك ولا ايه؟ جرايا دونجل، الدنيا كلها عارفة ان معلمي هو المعلم سلطان. سيبك منه يا سعد، سيبك منه، هو بيحب يهوهو كتير. انما البوليس سابكم ازاي يا سلطان؟ البوليس هيمسكنا ليه؟ يعني يسألكوا يقول لكم ايه اللي لموك على واحد زي فتوح ده الهربان من السجن؟ لا، ما هم رجال الفتوح خطفوني تحت تهديد السلاح، جم رجالتي هجموا عليهم. وصدقوكوا كده بمنتهى البساطة؟ طبعا حبيبتي، انا سمعتي زي البرلنت، محدش ماسك عليا حاجة. حتى يوم ما مسكوني وظبطوا الحشيش في عربيتي طلع حلو. أنا مش مستريحة يا سلطان، مش مصدقة كل اللي بيحصل ده. قصدك يا سمار؟ قصدي يعني إن أنا حاسة إن العملية دي كلها وراها حاجة. حاجتي بس، أنا طول عمري راجل شريف ما بعملش حاجة غلط. يلا حلو، فكرين في عشوة كويسة، الرجالة كلهم جايين في عشوة عندنا. يا سمارة سرحت في ايه؟ ولا حاجة، بس عايزة افهم. طب انت عايزة تفهمي ايه؟ انا خايفة اوي يا سعد. خايفة من ايه بس يا حبيبتي؟ اللي بيحصل ده كله ملهوش غير معنى واحد. اللي هو؟ كل مرة يمسكوا سلطان يخرج منها زي الشعرة من العجين. عارف ليه؟ ليه؟ عشان هم عاوزين اللي احنا عاوزينه بالظبط. الله، انت مالك النهاردة كده بتتكلمي بالالغاز؟ خص عليك يا سعد، ده انا كنت فاكراك فاهم اللي انا فهمته. طب انت فهمتي ايه؟ مش احنا ساكتين على سلطان عشان يوصلنا لسعاده البيت؟ مظبوط، هما كمان ساكتين على سلطان عشان يوصلهم لسعاده البيت. ياه، ده الدرجه دي؟ ده انت مخك وداكي لبعيد قوي. طب انت ايش ادراكي ان هما يعرفوا حاجه عن سعاده البيت ده من اصله؟ نعم، عايز تفهمني ان البوليس ما يعرفش عن سعاده البيه؟ وحتى لو يعرفوا احنا مالنا؟ واحنا مالنا ازاي؟ ما هو بالعقل كده هيمسكوا سعاده البيه وبعدين هيمسكونا كلنا. يا حبيبتي، مش احنا اتفقنا هنخبط خبطتنا الكبيره بعدها نغطس ما نقبش غير واحنا بره مصر؟ النبي يا سعد، انا خايفه ان احنا كلنا نغطس ما نعرفش نقب تاني. بعد الاطلاع على التقرير الذي اوصت به المحكمه، حيث قامت لجنه من الاطباء المتخصصين في الامراض العقليه والعصبيه بفحص المتهم وإثبات حالته العقلية، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم مسعود أمجد الشواربي بإيداع مستشفى الأمراض العقلية. تعالى يا ابو، معلش يا ابو، ابو سيدي اسكت، انت عايز تقول لي ولا ايه؟ انا عايز استريح يا سمر، انا خلاص عملت كل اللي عايز اعمله، عايز اموت استريح، مش عايز اكمل حياتي مع المدنيين. يا ابو اسكت اسكت بقى، حرام عليك، كيف اللي انت عملته؟ كفايه بقى، كفايه. ياما حرام عليكي بقى، يعني هو ابويا ما يستحقش منك تزعلي عليه؟ كفايه الهربه اللي انت عماله تشربيه ده بقى. انا زعلان على صالح. هو في الدنيا دي كلها راجل زي صالح؟ صالح ايه ويا باب ايه؟ ياما انا بكلمك على جوزك، على ابويا، الراجل اللي باع حاله ومحتاله وناسه عشان خاطرك. طز يا بيت. ايه ده يا بيت يا سمارة؟ ده انت حلوة قوي، عاملة زي وانا صغيرة. مش قادر انسى صالح،
عب وعرسني في قلبي وبيوجعني لغاية دلوقتي. أحبه يا سمرة، أحبه. الله حرم عليكي، انت عارفة ايه اللي عامل فيكي كده؟ قعدتك لوحدك والهباب اللي انت عماله تطفحي فيه للنهار ده. اسمعي يما، انت هتيجي معايا. ها؟ هاجي معاكي فين؟ هاجي معاكي فين؟ هتيجي معايا الفيلا بتاعتي، أنا خلاص هستلمها كمان أسبوع إن شاء الله. لا لا، روحي، روحي أنت وسلطان، روحي روحي. بس بقى سمارة سيبيني، سيبوني لوحدي، سيبيني يا بت، سيبيني، كل قرف. بس ما عليك يما. طب قومي اقعدي. ما انا قاعده يا بنت، ما انا قاعده. قومي اقعدي على الكنبه يا اما بقى، اسلوب طولك. قومي يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. عارفه يا بنت يا سمارة، انا نفسي اروح اخد شقه المعلم صالح وأعيش فيها الشوية اللي باقية لي في عمري. تعيشي فين؟ تعيشي في شقة صالح؟ الشقة اللي كان بيجيب فيها نسوان تانية غيرك. حق يا بنت عبيطة، راجل ما كانش بياخد مني حاجة خالص، كان بيحبني وبس، وهي كمان واحد. مع اني عارفة ان هو ابن الكلب الدني دني. انت بتعملي معايا كده ليه؟ انت ليه عايزة تبهدليني ياما؟ عايزة تروحي تقعدي في شقته وتجرسي سمعتي؟ طب طلعت بالله العظيم لو عملتي كده مرسلة هيخطب لسانك تاني. بقولك ايه؟ انت تيجي تقعدي معايا في الفيلا دي ولا لا؟ بقولك ايه؟ ما تطيريش ده من دماغي، فاهمة ولا مش فاهمة؟ يما عشان خاطري، لو انت بتحبني بجد وانا بنتك تعالي اقعدي معايا. ده والنبي سلطان هيفرح قوي يما لو بتحبيني يا ام سمارة. الا بحبك يا بنت عبيطة. هيا بقى انت نور عيني. اقولك سيبيني شوية افكر، سيبيني كمان. طب اقولك على حاجة، تعالي اقعدي معايا اليومين دول، وبعدين انا وانتي نطلع على الفيلا وانتي كمان تفكري. ها بصي، انا عايزة اروح مشوار وارجع اعدي عليك اخدك معايا. سامع عليك ما تشرب لي بنت تاني. ها انا بس كده. يلا سمارة. نعم. والله العظيم، والله العظيم ما كان في بيني وما بين صالح حاجة، كان بيحبني بس وانا بحبه ما لبسنيش. وحياتك يا بنتي ما لبسنيش. اتفضلوا زين. على مالك يا سمارة؟ على مالك؟ يا معلمة يا اخويا، العربية المزنوقة دي يا معلم سلطان. لا اوعى. تعال ايه الحتة اللي قباها دي؟ الله اكبر، صلاه النبي والسلام يفتحها عليك ربنا. خش يا سمارة. تعال. ازيك يا اخويا؟ ازيك؟ صلاه النبي.
يا سمار. لو أكبر. صلاة النبي أحسن. ما شاء الله يا أخويا ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ راينا ده ايه؟ هو في كلام بعد اللي احنا شايفينه دي قبها على الاخر ده يجري فيها الخيل يا معلم؟ شفتي؟ وانت يا سمارة ايه رايك؟ مفيش قول. حلو قوي يا سلطان. والنبي ذوقك طلع حلو. تاتي اللي حلوه يا بنت واحلى من كل حاجه. ولسه وانتوا شفتوا الدور الفوقاني؟ هو في فوقاني كمان يا معلم؟ اه طبعا. يا لهوي، طب في البتاع اللي اسمه المسانسير ده يا اخويا؟ يا معلمه ده كلها سلمتين، اطلعي بس بصي. اوعى اوعى. اتفضل. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صلاة النبي. يا سمار مر. ايه يا حبيبي؟ بس كبيرة قوي يا سلطان. مش كده؟ اه، دي عايزة قرطة عشان ينضفوها من الخدامين. وماله حبيبتي نجيب قرطة من الخدامين؟ حتى ناسي شغلنا يا سلطان، الحيطان ليها ودان. طب انت رايك ايه؟ عارف بفكر في مين يجي يشتغل عندنا؟ قولي يا حبيبتي وانا اجيب لك اللي انت عايزاه. نسوان الرجاله بتاعتنا. ايه ده؟ طب وحياه النبي انا عمري ما شفت مخ نور زي مخ. عشان تعرف من غير انت لا تعرف تروح ولا تيجي. وفي الحقيقه انا ما اعرفش اروح. انما بقى من ناحيه المجاي انا جيت جري يا احلى ما رأت عيني. انت بتنطق بالنحوي؟ اتعلمتها فين دي؟ ولسه هنطق بالانجليزي على ايديكي. ما تيجي نشوف المعلمه فوق. يلا. يا معلمه. وانت ازاي يا راجل توافق ان مراتك تشتغل خدامه؟ خدامه ايه يا بنت يا عبيطه؟ انت تبقى مع المعلمه سماره زي ما انا مع المعلم سلطان كده، يعني انفذ اوامره وادي له اي خدمه اخوه جدعان. جدعانه؟ جدعانه ايه يا حبيبي؟ هما مش هيدفعوا لك فلوس؟ اه طبعا هيدفعوا، هو في حد بيخدم ببلاش؟ اهو اديك قلت يخدم. يا بنت يا عبيطه ماشي قدام، هتبقي مع المعلمه كده دراعها اليمين والكل في الكل، وسرها هيبقى معاك ومش هيقدروا يستغنوا عنك. ولا انت عايزه مرات حسد الجن تشفط مننا الجو؟ هما صحيح النسوان دي كلها راح تعمل ايه؟ اه هما دول يا عبيطه اللي تقدر تقول عليهم خدامين، ينضفوا يغسلوا ويكنسوا، انما انت تبقى زي انا بالظبط الرئيسه عليهم. انا عامل زي محمد افندي كده خلي العزبه مع المعلم، انفذ اوامره وكلهم تحت امري. انت تبقى عليهم كده رئيسه وكلهم تحت امرك زي ما انا الرئيس على رجالتهم. وانت بقى مفهم المعلمه الكلام ده؟ اه طبعا مفهم. اه بس الشغل البراني ليه حساب لوحده. ما احنا مش هنقعد نلوك بقى ونرغي ونقول حسابه مش حساب، احنا نشوف هيقدروا لك كام كل شهر. وانا متاكد ان المعلم سلطان والمعلمة عندهم نظر. ايه تاني؟ ايه تاني اللي زمان بلاني بيك؟ ما انا بلوى وانت بلوى، يبقى بلوتين في الراس يوجعوا. عايزك تطرطقي ودانك كده وتفنجلي عينيكي وكل يوم تيجي تحكي لي النشره. ماشي يا دنجل، وهتدفع لي بقى كام في الحكايه دي؟ الله الله، ايه قله الاصل دي يا بت؟ يا بت ده انا جوزك واللي دفعته دفعته من زمان، عايزاني ادفع تاني؟ هتاكلوا من نفس الاكل اللي باكل منه انا والمعلم سلطان، وهلبسكوا احلى لبس كمان. بس بشرط اصحى كل يوم الصبح الاقي الفله دي بتبرق. بتي انا مات. ايوه يا معلمه. بيقول يا بت ان انت بتطبخي حلو. اما بقى يا معلمه لو دقتي طبيخي هتاكلي صوابعك وراه. ولا انا يا معلمه محدش يعرف يعمل محشي بتاعي ده ابدا. يا سلام، كل واحده فيكوا هنا جايه تعمل فيها البريمو في الطبيخ. امال لو كنت شفتي طبيخي بقى كنت هتقولي ايه؟ جاتكوا خيبة كلكم، ده جوازاتكوا كل يوم بياكلوا بره. ده ناوى يا معلمه، رجاله ما بيتمشي فيهم. على العموم انا هجرب كل واحده فيكوا يوم، واللي هيعجبني اكلها هخليها هي اللي تطبخ لي. اما انت بقى يا نعمات امريني يا معلمه. هتبقي معايا على طول تشوفي كل لوازمي، بس طول ما انا في الفيلا هنا ما تغيبيش عن عينيا لحظه واحده. تأمريني. وانا لازمتي ايه هنا بقى يا معلمه؟ هتبقي الرئيسه هنا في الفيلا، وفردوس والباقي هيبقوا تحت ايديك. تحت ايديها يعني ايه يا معلمه؟ اذا كانت هي مرات الرئيس دنجل انا كمان مرات الرئيس حسن الجن اللي كان شال شغل المعلم فتوح كله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل واحده فيكم عايزه تعمل رئيسه؟ طب ما فيش بقى غير رئيسه واحده بس انا، وكلكم تحت طوعي. مفهوم؟ مفهوم يا معلمه. وطول ما انا بره الفيلا انا والمعلم لو التليفون رن محدش يرد عليه.
طب لو انت والمعلم مش في الفيلا ما نردش؟ اه ما ترديش. هنسيب التليفون يرن؟ اه سيبيه يرن. حاضر. واي حاجه تسمعوها جوه الفيلا هنا ما تخرجش براها ولا حتى لجوازاتكم، مفهوم؟ مفهوم يا معلمه. يلا كل واحده تروح تشوف شغلها. حاضر. بقولك يا نعمه اموريني يا معلمه. انا يا اختي ما بحبش اي حد يعدي بره باب الفيلا غير لما يقول لي رايح فين وجاي منين. عينيا يا معلمه انت تأمريني. عن اذنك يا حبيبتي. يعني ايه يا عمتي؟ هو هيجي يشوفني ونخرج مع بعض وبعد كده يختفي عني تاني؟ احنا هنفضل على الحال ده لامتى بس؟ هو يا بنتي قال لي هانت خلاص. اه والله بقى له 16 عمال يقول هانت هانت هانت. ده شيء يطول شرحه. انا مش عارفه ايه اللي طلعها في عقله. ويدخل مدرسة البوليس. ايه؟ وانت نسيت يا تفكيري. عبد المجيد ياما قاعد يحاول يقنعه ويقول له بلاش البوليس وادخل الحقوق عشان تبقى وزير. ويبقى وزير الداخلية كمان. يعني يبقى رئيس كل ضباط مصر. واديكوا شفتوا كريم. هو كان ضابط بوليس ده حتى ما كملش تعليمه في الجامعة. بقول لك ايه يا عبد المجيد؟ ما تقعد معاه شوية كده وتعقل. عقله زي دافيد. اقول له يسيب البوليس وخلاص الفاس وقعت في الراس. يا بابا عمتي ما تقصدش كده، قصدها يعني انك تقعد معاه وتقنعه بالنقل. طب وانت يا خطيبته يا اللي قربت تبقى مراته مش هتقدري تقنعيه؟ اسمعي فايزة يا بنتي، هو لو كان بيحبك بصحيح هيسمع كلامك. لا طبعا بيحبها، هو عنده اغلى منها ولا عمره هيلاقي حد زيها ابدا. خلاص يبقى خليهم يحلوا مشاكلهم هما الاثنين بنفسهم، ولو فايزة قدرت تقنعه بعملية النقل دي لكوا عليا تاني يوم هنفذ قرار النقل وفي المكان اللي هو عايزه. يعني ايه؟ ناوي تتجوز؟ مش عرفني بقى اذا كانت ناوي تتجوزه ولا لا. مين قالك على الحكاية ديت؟ انا بتجيني الاخبار وانا قاعد على الكرسي بتاعي. ده جنسه ايه ده راخر؟ هيكون جنسه ايه يعني؟ اهو تلاقيه برماجي زي اللي قابله واللي قبل اللي قابله وهلوم اجرب. انا مبقتش عارفه اعمل ايه مع الوليه ديت. حبيبتي انت لازم تشكيلك صرفه معاها، وانا مش هقبل اي كلمه عليها دي مهما كانت حماتي. اعمل ايه بس يا سلطان؟ انا زورت نبح معاها، فطني انت قول لي اعمل معاها ايه؟ بصي ومفيش قدامنا غير حل واحد. اللي هو ايه؟ جوازها احنا بمعرفتنا وتسيبها هي بقى من حكايه القهوه دي واحنا نديها القرشين اللي بيطلعوا لها منها. عندك حق يا سلطان، بس والنبي شوف لها راجل محترم كده ويكون من سنها. ما قلتليش يعني على سير خطك النهارده؟ عارفه يا سموره انت اول واحده اتجوزها وتقولي رايح فين جاي منين شويتين دول؟ عشان يا اخويا ما بحبش اخد على قفايا، لازم اعرف جوزي رايح فين وجاي منين. ماشي انا هقعد في المحل وبعد كده عندي ميعاد مع الست ناني. يعني ما قلتليش ان انت عندك ميعاد معاها؟ ما جاتش مناسبه. يعني ايه ما جاتش مناسبه؟ الموضوع ده يخص الشغل وانت عارف ان انا لازم اعرف كل حاجه في الشغل. حاضر يا ستي. لا مش حاضر وبس. لا لا اي 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 يا اي. وتسمع الكلام ما تخبيش عني حاجه ابدا بعد كده. سامع؟ سامع. هتروح لها الساعه كام؟ يعني الساعه 1:30. وهتقعد في المحل لحد الساعة كام؟ تقريبا كده 12:30. هتروح لها في ساعة يا سلطان؟ لا انت مش واخدة بالك، أنا هطلع على بيتنا القديم ألبس لبس خواجة وبعدين أروح لها. بونجور مدام. بونجور سلطان، كومان تليفو؟ آه وماله بس السكر قليل. نقلت في الفيلا ولا لسه؟ يوه بقالي جمعة دلوقتي. مبروك. الله يبارك فيكي. يا ريت بقى تيجي تشرفينا فيها يوم كده. ابقى اجي اتغدى معاكم. سعادتك بيه كمان. دي بقى ما اقدرش اقول لك اه ولا لا، ما انت عارف هو ما بيحبش حد يعرف هو مين. اه هو موجود؟ لا هيكلمك بعد 7 دقايق. يا ترى في اخبار كويسه؟ اللي انا قدرت اعرفه انه في بضاعه وصلت. المهم انها تبقى من نصيبنا. هو مش المرة اللي فاتت انبسط منك بعد حكاية فتوح؟ أكيد محضر لك حاجة كويسة. أنا
المحل ده اخر قلبته كمان. ايه عجبك؟ يا ما لسه الدنيا مخبية لسه مرة مبيت علني صبر عليها مستنية حياتها مرة الشمس تفن بك محتارة على فين يا